أهلا ومرحبا بكم في قناة موثوق التعليمية. في هذا العدد سنتعلم كيفية إضافة الترجمة التي تساعدنا في عملية تصفح مواقع الويب التي تكون بلغة أجنبية. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، سأترك لكم رابط الإضافة أعزائي المشاهدين في صندوق الوصف. هذا هو سوق كروم الذي أمامكم. تستطيع هنا تحميل بعض الإضافات التي تريدها في حياتك العملية على مواقع الويب. كما تلاحظون هنا العديد من الإضافات، لكن أعزائي المشاهدين سنذهب إلى الإضافة الخاصة بنا وهي إضافة الترجمة. كما تلاحظون هنا توجد بعض إضافات الترجمة. سنختار أعزائي المشاهدين الترجمة الثالثة أو الإضافة الثالثة، نقوم بالضغط عليها إضافة إلى الكروم، نضغط هنا على تثبيت إضافة. كما تلاحظون يقول لي تمت إضافة ترجمة جوجل إلى كروم. نذهب إلى هذا الموقع أعزائي المشاهدين، الموقع الإنجليزي، نقوم بتحديد كلمة معينة. كما لاحظتم أعزائي المشاهدين تنبثق لي هنا الترجمة، تستطيع الضغط عليها مباشرة وعدم الانتقال إلى الموقع الآخر. هنا كما تلاحظون ترجم لي هذه الكلمة بكلمة تعرف. تستطيع هنا استغلال عزيزي المشاهد مقتطفات من الجمل كهذه الجملة دون الحاجة إلى الذهاب إلى جوجل ترانزليت. هذه الترجمة متوفرة حتى في متصفح موزيلا فايرفوكس موزيلا. سأترك لكم إضافة الترجمة للموزيلا في صندوق الوصف. نضغط هنا إضافة إلى فايرفوكس. كما تلاحظون هنا في الأعلى تم إضافة الترجمة، نضغط هنا على أضف. أصبحت هنا الترجمة كما تلاحظون في أعلى المتصفح. سأقوم أعزائي المشاهدين بكتابة كلمة روم. كلمة روم كما هي معروفة يقصد بها الغرفة. نقوم هنا بالضغط بالزر الأيمن للفأرة، ثم الضغط هنا على جوجل ترانزليت. نختار هنا العربية. كما تلاحظون هنا الترجمة ظهرت لي كلمة غرفة وهي ترجمة صحيحة مؤكدة. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا لكم على المشاهدة.